شكرا للفرقة الموسيقية، أبدعتوا وأكيد مساء الخير ومساء الورد ونورتنا. يا هلا فيك. مشكورين على هالمقدمة اللي قلتوها، تستاهل. وبعدين أنت تعرف أنت في حب متبادل يعني. يا بعد عمر يا أبو شعيل. يا هلا مرحبا. أنت شهادتك مجروحة. يا حبيبي يا حبيبي. حبيبي. أبو شعيل يعني والله الكلام اللي قلناه أنا ونورة يعني والله العظيم مو مجامل، وأنا وضعت الورق قسما بالله مو مكتوب، وأنت يعني مثل أخوي الكبير. أنا ورا الكواليس بس مصدقك. والله. بعد عمري ما يحتاج. فعلا مشعيل، شوف قبل لا نبلش اسئله سم زين، انا مون عليك قول طبعا. زين مشعيل، هذه يعني ادري بكل لغه يسالونك، قول هذه الصور اللي يحطونها بالواتساب الاوكي ما ادري شنو الكلام هذا، شو تحس انت لما يعني يرسلونها ويداولونها؟ هي شوف هي دعابه. انا قالوا الناس انت بالعكس حاب الشغله ومو ما تزعل. لا ما عندي مشكله ازعل الناس، لما تحبك ما تحرش صح. بك بس كان عندي بس مشكله واحده، ان لا تروح مكان اخر، وراحت هي مكان اخر ما اكون، بس ما تقدر تسيطر، هذا بشر بالنهايه، واكو ناس يعني هذه تربيتهم يعني هم كذي ما تقدر تسوي شيء بالنهايه. لكن الناس العاديين اللي استغلوها في يعني اذكر يعني وصلت حتى بفناجيل قلاصات عصير لا واحد يقول لي تروح رايح نسوق هذا الجمله مال الجمله هذول اللي يقول مطاطير وش كثرك تحت فناجيل فامور يعني، فخلنا على قول واحد الله يرزق الناس، خلي ترزق الله. مش على اخر واحده لا تنحاشون حلوه صراحه. ها هذا عجبتني يعني انا اشوف اقول استغفر الله يعني شلون احنا ندعي الله وحتى حال الناس يعني انا شوف انا مشكله بعد انا ادخل نفسي بالمشكله، انا صورت صوره مال تقلاف المول الالبوم الميني هذا اللي قبله، فحطيت لقطه ثانيه سويت فيها ماي، فواحد على كاتب يقول تعالوا تعالوا في جيش هني فانا جايب حق نفسي اللغوه. بس انا بالنسبه لي هذا ندلع يدل على محبه الناس طبعاً. انهم يداعبونك والناس يحبونك ويذكرونك بالخير، وهذا شيء بالعكس.